صبروا 7 سنين وانا داخلين في العام الثامن، وش اللي صبرك على المبروك هذاك؟ وش يقول صبرك على الشيء اللي كانوا يقولوا فيه؟ وش يقول خلاك درك ما تصبرش برك شهر ولا شهرين ولا من وراء الانتخابات؟ ولا وش يقول خلاك انه واحد يجي يحلف لك يقول لك والله العلي العظيم ما كاين تعليم في النواحي فتروح تكذبوا انت، وانتم ما كنتوا تباركوا كنتوا تزغرطوا كنتوا تشطحوا وتضربوا في البندير وكنتوا تلحسوا وكنتوا تديروا كلش. ها وعلاه برك عماه؟ انا حاب نفهم عماه برك عماه غير وش يحسد بركه وش برك وش هو؟ خلي تجي تسويه سيدي يقولوا انتم هما اللي جبتوه. اسكتوا برك اصبروا برك اسكتوا برك احكموا انتم فهمكم مش احنا. يسكتوا انتم برك او كاين اللي منكم بومه بومه اي كاينه شتله معانا شتله حاشا رجال وحاشا اي كاينه شتله معانا بومه وجهو وجهو يا لطيف وجهو بعد ما يجيش معاه الخير. كاينه شتله معانا حنا كون يروح للبحر ينشف يروحوا قيلونا روح 7 سنين يا عجبه يا ربي 7 8 سنين فرنسا خرجناها في 7 سنين وانت 7 سنين هم يخرطوا عليك. واحد يقول لك مبروك عليك ومنا واحد يقول لك اس ام اس وجهك جدرميه واحد يقول لك هاو وش يا خويا وهاو كون ما تجيبوهاش عن طريق المنظمه واحد يقول لك منا وكل واحد وش يكذب عليك. وقبلتيه الكذب تاعهم وصبرتي على الكذب نتاعهم 7 سنين ها وهم يعمروا فوق منك في الماء. كي جا العنابي هذا الزول العنابي قال لك يقسم بالله كاينه تسويه وباللي هاو ملف تاعنا بربي ان شاء الله سي بون. وكي قلنا لكم باللي عبد المجيد تبون روفها بالالتزام تاعو على ما يلف العشريه السوداء وجينا قلنا لكم يا جماعه قسما بالله العلي العظيم هبط ميساج جديد للنواحي فيه تسويه تاع مجندي العشريه السوداء وفي فتره حاله الطوارئ وقلنا لكم مذكوره فيه فئات وقلنا لكم يا عباد ربي راهم بداو بالفئات تاع قدامى متقاعدين القدامى اللي خدموا في العشريه السوداء او نعرفوا منهم الناس دفعوا الملفات يا عباد ربي او كاين اللي نعرفوهم دفعوا والله ما نهرب من وجوهكم والله ما نهرب من وجوهكم ومازال من وراء الانتخابات نزيد نخبي لكم مفاجآت اخرى اقسم بالله العلي العظيم والله ان تقعدوا نهار اخر تقعدوا تخزروا مع بعضكم وتقولوا واش درنا في 7 سنين واش كانوا يديروا لنا واش صرا تولي انت ماكش فاهم واش كان يصرا لانك ما عبالكش واش قاعد يصرا هاي وها هو وش حتى وقلنا لكم باللي راهي وزاره الدفاع عندها برنامج دركا في التعليم اللي هبطت هذه كاين هما داروا برنامج بشكون وش من فئه يبداو بها قال لك ما نقدروش نسويه تاع 6 شهور وخليه الناس يخدمت 40 و30 سنه ومن ومن هاي اللي جيتيهم هذه هاي عدل هذه الله غالب اخويا وش جاب واحد خدم 40 سنه ومن وحتى هو خدم العشريه كيما انت وجاب واحد خدم 40 سنة وجاب واحد زادوا له 6 شهور ولا خدم عامين وعلاه تحبوا برك انتم عندكم الحزن كاينك المراض هذوك المراض اللي يعسوا في اللي عنده شهرية ويعسوا في اللي لاباس بها ها هاك اللي كيما نسى هذوك هاك اللي يعس لك اللي خدام ولاباس عليه وعنده دار وعنده طوموبيل ويخدم هو ولاباس عليه وش راح لك وقسم هذاك عاطيه ربي سبحانه يا وانتم البطال والارملة وطمعتوا فيهم البطال والارمله وطمعتوا فيهم ناحيتي ولهم 60,000 وناحيتي ولهم الدراهم وكاين حتى اللي سومتوهم وكاين اللي منا وكاين 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 اي خليني ساكت بركة وكنت تقرع انا نخمشكم خليني نسكت خير بركة ها تهضروا انتم مع الامور انتم البطل وما سيبتوهش انتم وكان اللي يروح يطلع وقفه تقولوا له اعطينا 100 واللي ما يطلعش تقولوا له اعطينا 200 اه تمكم طمعتوا حتى في البطال تنحيوا له 60,000 ما تحشموش هذا العنبي وجاكم بلاش هذا يعني بلاش قادر ناضل من جيبي انا يعني ناضل على حقي انا ربي يعيشك يا يوسف هاو تنحى الحظر على هاو تنحى الحظر على الحساب تاع عون زهير يا جماعه هذا وعلاه درت لكم حتى انا لايف درك ها
ها ودركا عندكم عون زهير العنابي، وعندكم عون زهير، وعندكم عون زهير اخر، عندكم عون زهير اللي مدير فوطو بقمشة بيضة، وكاين عون زهير اللي مدير بتريكو، يعني نشبعكم انا سي بون. المهم انا ما نكتبش مجهول الهوية براي، انا الحمد لله يا ربي عندي اسم، انا عندي اسم، انا الحمد لله يا ربي عندي اسم وعندي وجه، يعرفه ربي ويعرفه العباد. يا ابو علام هذا ما كذا، هذا ما مزوالي ومطمعوا فيه، هو زوالي زوالي بطال وطمعوا فيه، وخلي وحيد لقيتهم اللي كانوا يقولوا لهم بلي نعطيوكم تفويض، نخدم لك تفويض بمليون، وخلي وامور كبيره ولدي، اقسم بالله العلي العظيم والله كاين امور، والله هي كي تحكاها تشبع تعش معناها تشبع. هاكم تشوف ها مي سينياليو فينا في كونت، ها مش ندير مكره، انا اقسم بالله العلي العظيم مش ندير مكره ونعود ندير لهم لايف في التيك توك، الرخاص هذوما نفضح بهم. ها والله ما نعي نعود ندير لهم لايف في التيك توك، ها يا سي وروح سينياليني، ولا روح نحيلي كونت، ولا روح بلوكي هولي، ولا روح ها والله ما تحشموا. يا وعن بالي يا يوسف هاك تشوف اخويا، واللايف قبيله كيف لايف زوز كلمات فوق بعضهم والله ما يخليوك تهدرهم. صاح عزاز توحشك الخير يا عزاز، نهايس صح والله يا خوتي اقسم بالله، والله عندنا عصابة في الفئة تاعنا تاع 18 بليس 6، والله عندنا عصابة أقسم بالله العلي العظيم، والله عصابة بالأدلة، والله ما تعياو، والله ما تعياو تترحموا على الوجه هذا، هشفوا على كلامي مليح، والله ما تعياو، والله ما تعياو تقولوا الحمد لله يا ربي كي بعثت لنا ربي العبد هذا. وتعودوا تقولوا الحمد لله يا ربي كي ما رونداش السيد، هاو هكا منكرونا زعما من لم الشمر راح نجبد انا، وربي سبحانه ربي قال لك لا يا خويا كيف تخلي خوتك الزواولة ثم ولدي وتخلي طرحها فارغ، هاو هاكم تشوف، هاو تشوفوا بعينيكم، هاو كشفنا لكم كلش وما زال نزيد نكشف لكم، انا يقسم بالله العلي العظيم نكشفهم لكم واحد بواحد. صح يا طارق يا اسمع هاو دركا كيما قالها تبسي هاي درك ونحلت اسمنا ورا الفوط شوفوا الطرز ورا الفوط، اشفوا على كلامي مليح برك، ورا الفوط شوفوا الطرز زي ما اصبروا برك، والله العلي العظيم يا ديب يا خويا، والله عندنا عصابة في وسط الفئة، والله عصابة بأتم معنى الكلمة، هايس ربي يعيشك يا كادر، والله يا كادر يا خويا، والله يا كادر، والله صبرت على جالكم انتم، قسما بالله والله صبرت على جالكم انتم، هاي والله اللي اسمه والله، والله صبرت على جالكم، والله قادر نجبد روحي ونتفرج انا نقول تسويك، والله قادر التسويك تجي، اي والله نروح نجيبها انا الاول، هاي والله قادر نتفرج عليهم من بعيد. ها واش قاعدين يديروا هما، هم يديروا بالعاني كيمك، هم يسنياليو في الكونت، هم يكتبوا عليا، هاو يقول لك هاو منا هاو منا، هاو الحمد لله يا ربي يا خويا اللي عاشرنا ويعرفنا مليح، يعرفنا كيف ما عايشين، وعن بالو بينا باللي خاطينا الكذب، عن بالهم بينا باللي ما لقطوش من الزبله هنا، وعن بالهم بينا باللي كي نهضروا هضره يكفوا عليها الرجال. وها وجهي والله كاينه تعليمه هبطت للنواحي، والله الفئه تاعنا مذكوره فيها، وبربي ان شاء الله يا خويا لموات سبتمبر من 18 وطلع سبتمبر يبداو فينا بربي ان شاء الله ويشوفوا الطرز اخويا، الوقت هذاك فكروهم انتم فكروهم، نهار اللي عيطولهم ونهار اللي تولي فيه دفع المستحقات، قول لهم الوقت هذاك، قول لهم وين سمعتوا الخبر، منين جاتكم، كيف عرفتوا، كيف عيطولكم،
عندك يقعدوا يقولوا كنا كنا عم بنا باه التعليمه، كنا عم بنا باه وما حبينش نهضروا برك. وكان راح يقول لكم اني وحنا اللي جبناها. باش نزيد نعطيكم من درك، انا راني قاعد نحكي لكم في السيناريو اللي راح يصرى. انا نعطيكم في السيناريو هو اللي راح يصرى قاعد نحكي لكم فيه درك. فقدوا الثقة خطر معها اخويا، هذيك المبروك زي او كل مبروك وزي. وعلاه؟ لانه كل درك تشوف الفرق، درك تشوف الفرق بين المبروك تاع 7 سنين هذيك تاع الكذب وتشوف المبروك تاع الرجال صح. درك تشوف الفرق. ولا تحسب تحسب النهار اللي خرجت عليك انا صح محمد ليزمه، وتحسب خوك النهار اللي خرج ودار لايف اه وقال لكم باللي هبط التعليمه، وقلت لكم هي جديده قصبه، وقلت لكم انا جبناها لكم من الفترينه واحد ملبسها، وتحسب خوك غلط. يا درك يعود درك تقعد تسمع بها حتى عند نساء. اصبر بري، اصبر السمانه الجايه والسمانه اللي من وراها يا تعودوا تسمعوا بها حتى عند نساء التعليم. فهمت؟ يا والله العلي العظيم يعودوا يسمعوا فيها حتى عند نساء. ريحوا بركه جماعه. المهم المهم هي كاينه امور والله ماني حاب نهدرها انا، لاني نعرف الناضل انا، واللي حاب نعمر له قرعه اقول له كي تكون راجل نعمر لك القرعه. حنا نعرفوا مع من نعمروا القراعي، نعرفوا لي من مدوا المعلومه، نعرفوا مع من نناضلوا، ونعرفوا كيفاه نناضلوا اخويا، ونعرفوا حتى كيفاه نجيبوا حقنا، ونعرفوا الميدان خير من مخير فيهم. نعرفوا الميدان مليح حنا. هايس انا زدنا خرجنا لكم بالصفحه تاع الزو هذه عون عون زهير اخويا. فهمت عبد القادر؟ يا عبد القادر درك بربي ان شاء الله تعرف الفرق بين مبروك تاع 7 سنين وبين المبروك تاع الزو. درك تميز مليح مليح، درك تفرق بين المصادر تاع 7 سنين وبين المصادر تاع الزو. درك تعرفوا باللي اللي كانوا يوعدوا فيهم قبل واللي قال لكم منا زي، وبين الوعد تاع عبد المجيد ومكره مكره مكره العهد اللي فات ما فوطيتش انا. احنا ما فوطيناش، كنا مقاطعين يا اخي. ها كنا مقاطعين، اما لا مكره انا فوطي عبد المجيد تبون ويحيى عبد المجيد تبون، واللي ما عجبوش الحال يدز معاه. سي بون هايس ها نزيد نجيب لكم من الاخر. انا الموندا اللي فات كي كنت انا نقول ما نفوطيش، كنتوا انتم تقولوا نفوطيو، ودركا كي وليتي وانتم تقولوا ما نفوطيوش، اما انا نفوطي على عبد المجيد تبون وندير حمله. انا واش يعجبني في روحي العناد، انا نعكس. انتم قلتوا لا، انا درك ندير حمله لعبد المجيد تبون. ها يا سيدي هاللي ما عجبوش الحال يدز معاه. هم بيني انا فريد اخويا يا جماعه، فريد فريد والله نعطيها لكم رسميه، او عندي او سينو درك ندورها لايف في التيك توك. انا والله العلي العظيم ما قدرتش نهضر زوج كلمات والاخر سينيالي وهذاك يحبس لي في الكونت، وغدو نولي نروح يديروا تبليغ على الكونت تاعي، وطلعوا امي معاك يروح يديروا لك تبليغ على الكونت تاعك. هذوما متراتريه، هذوما مخونه مخونه ضد القضيه، هذوما لازم تفرشهم، هذوما لازم تبطل. هاك تشوف كش ما كانوا سينيالي وقبل كي مكا. دركا كاين تاع ركوب الموجه وجماعه المبادره تفلح متلهم خلاه ما لقاو بها وين. ها وزيد الجماعه هذوما اللي قال لك كيفاه تقول مبروك، حنا هما اللي نقولوا مبروك، هذم هما اللي قاعدين يسنيالي، وهذم هما اللي فزت عليهم، ما كان حتى حكايه اخرى. بو كذبه وبو ركبه برك، هذم هما اللي قاعدين يخلطوا، هذم هما اللي قاعدين يسنياليو، هذم هما الانتهازيين. ها هذم هما الانتهاز. المره الجايه المره الجايه درك ندير لهم لايف في التيك توك، ها درك نفضحهم انا، ها درك نجبد لهم هذم الغرام نتاعهم. اقسم بالله والله العلي العظيم ريري، هو نهضر لكم رسمي انا، هو نهضر معكم من الاخر
باش نبقى انا نتبع في الفيسبوك وتبع في صفحه نحو هالي وعاود تبعت الواحد تاعك وبلوكا وهذاك ويسني علي وفيك المره الجايه درك او ديروا حسابكم من درك براي هاك تشوف يا خاي. المهم يا جماعه ديروا حسابكم مالا وما نبقاوش نتكعروا معاهم وهذوما بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله والله تجي تسويه وتجي معاه المحاسبه بربي ان شاء الله والله العلي العظيم. هذا ما كان وتهلاو في روحكم يا جماعه ليله سعيده وغدوه ان شاء الله. المره الجايه درك نديروا لهم لايف في التيك توك هذوما رخاص ونفتحوهم قدام العلي. ذوي الهمم المعوزين المتقاعدين المرأة الماكيتة في البيت هادو كل نزيد لهم في المنح نتاعهم. في إطار تضامن وطني نتاع صح كل الجزائريين يتضامنوا في بعضهم بعض. القدرة الشرائية بالنسبة للقدرة الشرائية نتاعكم ونتاع الناس اللي عم يسمعوا فينا سنة العهدة الجاية قلت باش نزيد في المرتبات نزيد في المنح ونزيد في التقاعد كذلك نزيد في التقاعد. في انتظار ما نقضي على البطالة ما سمحناش في الشباب تاعنا درنا لهم هذه المنحة تاع البطالة اللي باش نزيد فيها إن شاء الله ابتداء من 2025. بدات 1,300,000 سنتيم طلعناها 1,500,000 باش تقرب 2 ملايين إن شاء الله في 2025. راني عارف ما تكفيش راني عارف ما تكفيش ولكن بالأقل تخلي الشاب ما يمدش يدو. مشاكلكم على بالي بمشاكلكم وإن شاء الله في العهد الجاية نشوف الأغلبية نتاع رؤساء البلديات شباب نشوف الأغلبية نتاع رؤساء المجالس الولائية شباب وصلنا لأول مرة وصلنا 34% تاع المجلس الوطني الشعبي شباب. لازم ليد في ليد مع المجلس الأعلى للشباب مع كل الشباب نتاع الجزائر شباب وشابات باش نوصل لازمني نوصل 50% تاع المجلس الشعبي الوطني شباب. ثم المهمة تكون بدأت تتجسد.